دكتورة منال محي الدين، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. والحقيقة أول ما بنقول اسمك على طول هو مرتبط ارتباط وثيق يعني بآلة الحرب. نشأتي في بيت أعتقد فيه فن. أيوة. يعني الوالد والأخ. والأخ الحقيقة. الوالد كان؟ الوالد يعني رائد من رواد فن الخزف في مصر، محي الدين حسين، فنان تشكيلي كبير يعني. أيوة. ومن الجيل اللي كان رائد في تخصصه وواكب حالة الحركة الفنية اللي كانت موجودة في الستينات. وأنا يعني نشأت في جو كله فن وثقافة، لأن احنا كنا عايشة في بيت في منطقة الحرانية لو حضرتك تعرفيها. المنطقة دي كانت بيسكنوا فيها كل ناس كتيرة قوي من الفنانين والمثقفين والكتاب. وكان يعني البيت عندنا بعيدا ملتقى. عن الدوشة يعني. ما أيامها بقى وقتها ده كان بره القاهرة خالص. أي. يعني بعد استوديو مصر كمان. فالبيت كان ملتقى ثقافي فني كبير. والدي كان أصدقائه كلهم من الوسط الثقافي. فمن وانا طفلة يعني، وده انا بعتبره حظ يعني، انه شفت قامات كبيرة وقعدت مع قامات كبيرة. وقتها والواحد عنده 7 8 سنين ما كان بيسمع الحوارات، ما كانش بيبقى فاهم خالص حاجة، بس ده مخزون بيطلع في وقته بعد كده. وهو ده الفترة اللي أنا بعتقد السن ده اللي بيكون فيه شخصية الإنسان، بني آدم. صحيح. يعني البيئة اللي بيتحط فيها والتأثير اللي بيتحط فيه، مثالي هو ده المخزون اللي بيبقى موجود، وحتى ممكن ما بيستخدمش إلا بعدين. يعني طبعا والحظ الكبير إن هو كان شخص بيفكر بره الصندوق خالص، لانه شاف ان انا واخويا موهوبين قوي. ان هو كمان كان بيحب المزيكا جدا، كان بيعزف عود وصوته جميل، صوته حلو، وحافظ كل اغاني عبد الوهاب. وهو اصلا وهو شاب كان نفسه يطلع موسيقي، احترف الموسيقى. وكان بيلعب كمانجه وكان بيروح. فانت والاخ حققتوا له، خدنا جين، خدنا جين امل في الحياه يعني. فلما لقينا، لما هو لقى كده، لان هو كمان كان بيبقى عندنا زي ما تقولي ملتقى كده، نقعد يعني نغني. وكان بيجي لنا الفنان الكبير حسين بيكار. كان صديقه يعني، وهو رسام عظيم. هو رسام وكان بيلعب بوزق، بيعزف. ايوه. وكان بيلعب بوزق يعني زي المحترفين، كان شاطر جدا. وكان برضو بيغني. وكان هو عنده البوزق ده آلة وترية زي العود. زي هو آلة يونانية يعني، أوتار. أوتار زي العود، بس الرقبة بتاعته طويلة كده. وهو كان عنده حس صوفي كده. حسين بيكار. وكان بيغنوا طول الوقت أغاني قديمة، كنا احنا بنغني معاه. احنا كنا فيش 7 8 10 سنين يعني. فلاحظ ان احنا عندنا الموهبه دي، فبعتنا الكونسرفاتوار. فده برضو يعني حاجه يعني، الواحد ما بيبقاش بيفكر يعني، يعني اذا ما كانش في اسره بتاخد بالها من المواهب، كان ممكن يعني اروح اتجاه تاني. طب يعني وصلتي الى اكاديميه الفنون والى معهد الكونسرفاتوار. ويعني مع السنوات تخصصتي في هذه الآلة الجميلة. لا، أنا تخصصت من الأول على طول يعني. أنا دخلت وأنا عندي 10 سنين في 5 ابتدائي، والدخول بيبقى فيه امتحان قدرات، عشان طبعا مش أي حد عنده الموهبة، مش أي حد عنده حتة أنه يقدر يسمع ويقدر يميز النوت وكده. ففي امتحان قدرات بيعملوه الكونسرفاتوار، بيختاروا فيه المتقدمين. ناس كتير بيتقدموا، بيبقوا عايزين اعداد معينه وبتخصصات معينه. فانا للحظ يوميها كانت الاستاذه نهى ذكري الله يرحمها، الاستاذتي اللي انا درست معاها بعد كده سنين الدراسه كلها ولغايه ما اتخرجت، كانت موجوده. واول ما دخلت قالت لهم سيبوا لي البنت دي، انا عايزه امتحنها. فقالوا لها خلاص امتحنيها. فامتحنتني
وبعدين قالت لي انت مين معاكي بره؟ قلت لها بابا معايا بره. فسابت اللجنه وخدتني وخرجت، وقعدوا يتكلموا انا مش فاهمه حاجه يعني. سالوني يعني انت عايزه تعزفي ايه؟ قلت لهم عايزه العب بيانو او فلوت، او يعني طفل عندها 10 سنين مش هتعرف حجم المعلومات اكتر من كده يعني. فقالت لبابا انا عايزه اخدها تلعب هارب. قال لها هارب هو في هارب اصلا في مصر؟ وبعدين الاله دي اله كبيره وغاليه. قالت له بص انا شايفه ان هي موهوبه وانا هتبناها يعني، وده فعلا حصل. واذا لقيت ان هي مش ماشيه انا اوعدك ان انا احولها لاي اله ثانيه. وقد كان، وهي فعلا يعني حصل نوع من انواع التبني الحقيقي يعني، لانه هي كانت شخص ربنا يرحمها يعني، الواحد بيحاول يقتدي بالناس العظيمه المتفانيه دي. صحيح. كانت شخص يعني عندها ولاء للحكايه. أيوة. يعني للتدريس وللآلة وللمهنة. طب هذه الآلة هي آلة ضخمة. أيوة. كبيرة. أنت كطفلة. ما أنا أول ما شفتها عيطت. يعني مؤكد خفتي يعني. بالظبط. ما أنا أول ما شفتها فعلا عيطت وقلت بابا لا أنا مش عايزة أعزف الآلة دي وكده. هي آلة ثقيلة الوزن. هي آلة كبيرة، آلة ضخمة يعني. يعني حتى في الصور يعني ما ينفعش يبقى عندك في البيت هارب عشان لا أنا عندي هارب في البيت. لا حاليا لكن في البداية. لا أي وقتها، أنا لغاية ما اتخرجت وسافرت ألمانيا ما كنت لا أمتلك آلة هارب. كنت بذاكر وزنها قد إيه يا دكتورة؟ يعني وزنها من غير الصندوق حوالي يمكن 30 40 كيلو يعني. الآلة فقط الآلة. 30 40 كيلو. هل مثلا ممكن نقول انها اثقل آلة موسيقية؟ لا البيانو طبعا اتقل اكيد. لا البيانو مش هيشيله يعني. بس هو احنا في فني معين بيشيل الآلات يعني. ده انا عندي فني هو لما بتمرن يعني هو هي اللي بيجي يشيل. مثلا من الكونتر باس لا 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 الكونتر باس الكونتر باس عازف الكونتر باس بيشيل آلته ما فيهاش مشكلة. يعني بيشيلها لانها مش ما هياش آلة، لان هو في جزء ميكانيزم معقد جدا في آلة الهارب، جزء منه حديد. فهي آلة ضخمة وتقيلة وغالية وحاجات كتير يعني. طب يعني جاء الاختيار من وانت صغيرة انك تتدربي على هذه الآلة. أي. ثم استمر بقى هذا الارتباط. دخلت بقى في مشوار دراسة كبير ومجهود تمرين يعني شاق. وعلى فكره مش انا بس يعني، اي حد عايز يدخل الكونسرفاتوار او الباليه او الحاجات اللي هي فيها تمرين عشان يبقى عنده مستوى معين لازم يكون في مجهود. اولا بيبتدي من التدريس، لما بيبقى الواحد فعلا حظه كويس وبيجي له مدرس كويس، ومدرس زي ما انا قلت زي استاذتي كده اللي هي يعني عندها تركيز شديد وبيوصل ساعات لحد الانانيه يعني، اللي هو تلامذتي دول هيبقوا احسن حاجه يعني. عندها كده كان عندها اصرار كده. بس ده شيء جميل يعني. انت عارفه انها كانت بتحبسني في الـ في الـ في الـ في الاوضه، لانه انا طفله في الاخر عايزه اطلع العب. ايوه. فكانت بتبقى عايزه تروح مثلا تعمل حاجه لبيتها عشان وترجع. فعايزه تضمن ان انا مش هخرج، لان انا طبعا هي بعد ما تيجي مش هخرج العب. يعني فكانت بتحبسني عشان تضمن ان انا هتمرن.